السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا عبر قناة البحرين الرياضية. بكل خير، أرحب فيكم في هذه الليلة من برنامج تيرن أوفر، واللي راح نتناول فيه أحداث الجولة الأولى من مباريات دور نصف النهائي لدوري زين لكرة السلة. هذه المباريات التي انتهت قبل قليل، شهدنا اليوم إقامة مواجهتين، أكيد راح نتعرف على هذه النتائج وما دار خلال هذه المباراتين. ولكن راح في البداية نتعرف على ضيوفنا في الاستديو اللي نرحب فيهم، الكابتن عبد الله الفحل، مساك الله بالخير يا أبو عيسى. الله يمسيك بالخير ونرسل الأخوة المشاهدين والمشاهدات. وأيضا نرحب بالكابتن مرتضى محمد بيونس، مساك الله بالخير. الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام، انتهت الجولة الأولى من دوري زين لكرة السلة دور النصف النهائي. المباراة الأولى شهدت تفوق المنامة على النجمة بنتيجة 92 نقطة مقابل 86 في مباراة كانت مثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، قدر المنامة يحسم هذا اللقاء. أما في اللقاء الثاني والذي كان من المفترض أن يكون قمة كما كانت قمة في مواجهة الفريقين في الكاس، ولكن كانت مباراة عبارة عن اكتساح لفريق المحرق وسيطر على هذه المباراة وفوز على حامل اللقب بنتيجة 102 مقابل 75 نقطة. هذه كانت نتائج مباريات اليوم، شو الأسباب اللي أدت إلى فوز فريق وخسارة فريق آخر، أكيد راح نتعرف عليها من خلال حلقتنا اليوم. قبل أن نتكلم عن هذه المباريات، حابين نشيد من خلال هذا البرنامج بروابط جماهير الفرق الأربع، فريق المنامة وفريق النجمة إلى جانب فريق الأهلي وفريق المحرق اللي شفناهم اليوم. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، زينوا المدرجات، يمكن على الرغم من غياب الجماهير إلا أن حضورهم وبصمتهم كانت حاضرة في المدرجات من خلال الأعلام ومن خلال اللافتات التشجيعية للفرق الأربع اللي تواجدت في المربع الذهبي. فألف تحية وشكر لجميع الروابط للفرق الأربعة، وإن شاء الله عما قريب تزول هذه الأزمة الصحية وتعود هذه الجماهير إلى المدرجات من جديد لإطراب جميع اللاعبين وأيضا المتابعين من خلف الشاشات. بعيسى، نبتدي يمكن اليوم من المباراة الأولى، مباراة المنامة والنجمة، مباراة كانت جدا مثيرة في تفاصيلها وفي مجرياتها. النجمة ظهر بوجه يمكن مغاير عن مبارياته السابقة اللي لعبها ضد الفرق الكبار، كان قريب جدا من خطف الفوز، ولكن يمكن تفاصيل صغيرة أحرمت الفريق من الفوز. أنا بعطيه عنوان دي، المنامة أكبح سرعات النجمة مع تعلق سي جي بشكل عام. دي المباراة صراحة من أمتع المباريات اللي شفناها هذه الموسم، في تقلبات كثيرة من الكوارتر الأولي للكوارتر الثاني والثالث والرابع، كل واحد له جزئية خاصة به. خلينا نبتدأ بجزئية الربعين الأول والثاني. الربعين الأول والثاني، طبعاً النجم كان مستعد واعتمد بشكل أساسي على التصوير بالثالث، يمكن ياب 6 من 6 3 بوينتس في بداية. لكن في الجانب الآخر المنامة كان ياخذ المباراة خطوة بخطوة، يكون كلوز. طبعاً تألق النجم في ذي الكوارتر من جميع النواحي، تصويب، دفاع، لأول مرة شوف، يعني مو لأول مرة بس شفت الجانب الدفاعي في النجمة يشتغل صح، فقدر يحد من خطورة اللاعبين المنامة. طبعا محترف المنامة يمكن المنامة ما لعبوا مبارتين، النجمة لعبوا مبارتين قبل في الكاس، كاس خليفة بن سلمان، ساعدهم على الانسجام وعلى رذم المباراة، لكن ما كانوا في الصورة، اعتمدوا على التصويب، ما كانوا سرعة الرذم، سرعة الرذم كانت مفقودة في النجمة. أنا دائما يوم شفت المباراة قلت إذا بيواصل النجمة على نفس الأسلوب في الرذم ذي يمكن يحرج المنام، وبالفعل حرج المنام، لكن من يتباطأ المنام قاعد يجي. فالكوارتر الأولي متوافقين كان النجمة لأقصى درجة، وخاصة من تصويب برع، سي جي ما شاء الله عليه اليوم بطل، وخاصة في ذي الكوارتر هو كان الفارق اللي استطاع النجمة يعني ب 27 مقابل 15 إنهاء المباراة. تيرن أوفرز غليل، توفيق في الشوت. الكوارتر الثاني اعاد المنامه تركيز على المباراه شويه في تبطيء وتيره النجمه، واعتمد على الدخول على داخل التنوع
بدايه تالق احمد سلمى من ذي الكوارتر. كابتن مرتضى، يعني لو نتكلم عن بالتحديد الكوارتر الثاني اللي وقفنا فيه مع الكابتن عبد الله، النجمة قدر ينهي الكوارتر الاول متقدم فارق 9 نقاط 27 مقابل 18. المنامة خلال اول 5 دقائق قدر يقلص الفارق الى 3 نقاط، وبعد هذه الخمس دقائق سرعان ما اخذ زمام المبادرة وتقدم 36 مقابل 35، وبعدها شفنا النتيجة دائما كانت متقاربة بين الفريقين. شوف المباريات اللي يلعبها المنامة في المباريات النهائية لهم يعني اسلوبهم وطريقتهم، وفريق النجمة فريق حماسي، فريق يعني شفناهم من اعتقد من العام كان باستطاع انه يدش المربع، وحتى المباريات اللي ويا المنامة كلوز جيم كان يسوي مو نفس دعوهم القبل. والشيء الثاني، المباراة في كوارتر الثاني بدا النجمة ان تفوقوا بالنتيجة، فهاي هي دور الخبرة ان شلون يهدون هجمة بهجمة عشان يحافظون كنتيجة مع فريق كبير نفس نادي المنامة. وفي نفس الوقت التغييرات اللي سواها مدرب المنامة في ادخال بعض اللاعبين خلاه انه يرجعون في المباراة، بس النجمة ان طريقتهم ما تغيروا في هالشيء، والتعلق يعني اقول غير طبيعي لسيجي في هالمباراة داخل وبرع وثري بوينت، اعتقد هاي اللي خلاهم يرجعون في المباراة، وكان بامكان ان يواصلون في هالشيء حتى للشوط الثالث والرابع لولا بعض الاخطاء واشياء اللي تكنيك في المباريات النهائيه هاي اللي يخليك تفوز. يعني كابتن عبد الله، المنامه قدر ينهي الكوارتر الثاني متقدم فرق نقطتين 46 44، ولكن يمكن العلامه الفارقه من خلال اول 20 دقيقه احمد سلمان صنع العاب نادي المنامه اللي سجل 20 نقطه خلال اول 20 دقيقه، يمكن نقول هي اللي ابقت المنامه في اجواء اللقاء ويمكن افسدت تقدم النجمه. هو الكوارتر الثاني تقدم فيه المنامه 28 مقابل 18، وهذا اللي رجع حق مباراه احمد سلمان. انا دائما اقول في بعض اللاعبين خاصه اصحاب الخبره، احمد سلمان تالق في المنتخب وكان يعني نجم، اليوم بين معدنه، اليوم وقت اللي ما تبي يسجل تحركاته صح، الثري بوينت كانت موفقه جدا، دفاعه وانطلاقته كانت جدا ممتازه، فصعب في كان اذا بقارن من مياود احمد سلمان قاسم، ففي كان فرق في المستوى، لاعب منتخب طراز اول وقاسم مجتهد، لكن في فرق في المستوى الفني، فبرز خذ حريته ومدرب المنام لعب عليه زياده. لو تلاحظون في منتصف الكوارتر الثاني خروج كلارك في 3 أخطاء صار في صالح الفريق، زرع الوتيرة وخلى دفاع المنامة يرتفع زيادة، وهني برز أحمد سلمان من عقب خروج كلارك بالمباراة، فصار الاعتماد عليه وتم الفريق كله يمشيونه. هذه نقطة التحول طبعا، هني نجح المنامة في جعل المباراة كلوز مرة ثانية ويرجع حق المباراة. بداية الكوارتر الثالث من اجمل وقت انا شفته، دقيقتين حرب ثلاثيات والكل كان يسجل، يعني مو بشخص والله شخصين. عوده حلوم من اصابه يعني بالكورونا الله يشافيه كانت موفقه في كم ثلاثيه، علي جعفر جانب المنامه. المشكله ان الفريقين عندهم نجوم حق ثلاثيات. خاصه فريق النجمه يعتمدون تقريبا نسبتهم يمكن 40% من سكورات اللي نشوف الافرج مالهم فوق، وكابتن رؤوف يعتمد على بعض النجوم اللي عنده اللي عندهم 3 بوينتات. في المقابل نادي المنامه نفس الشيء كابتن، تحصل ان اللاعبين 3 بوينتر. وبس ابي اضيف على كابتن احمد سلمان، احمد سلمان من النوعيه الخام اللي اللاعبين الصغار لازم يشوفونه طبعا. لاعب يهتم في نفسه، يهتم في تمارين، مجتهد. انا اتذكر يمكن ادرب في ادرب في نادي المنامه، انا ادرب يمكن الساعه 4 وهو متواجد والتمارين الساعه 7، لاعب ذكي. بس بعد ارجع واقول نادي المنامه محتاجين ان لاعب يدعمه في وقت، يعني ما تقدر لاعب يلعب 40 دقيقه، محتاج انه ياخذ بريك ويتراجع مره ثانيه يلعب. فاعتقد كان في متواجد كان مصطفى يمكن كان يساعده وايد افضل. يعني كابتن عبد الله، يمكن خلال الشوط نبقى مع الشوط او الكوارتر الثالث، المنامة قدر يروح فارق 7 نقاط 71 64، يمكن بعدها
مع بداية الكوارتر الرابع توقعنا بعد ممكن المنامة أن يعزز هذا الفارق، ولكن شفنا عودة مرة أخرى للنجمة في المباراة. أنا بالنسبة لي الكوارتر الثالث منتصفة تقريبا عادت نجومية كلارك في الإنسايد، مع أنه هو لاعب فور يشوت برا، لكن في مسماتش صار مسماتش واستقال هذه المنامة في دخول الإنسايد، يمكن أزر سكورة في الكوارتر الثالث على فكرة كلارك قدر يعطي ذي الفارق. في نص الشوط نزل مستوى الفريقين، لكن نزل مستوى فريق النجمة أكثر، قل الرتم من أول منتصف الكوارتر الثالث كان من أجود ما يمكن، لكن في المنتصف قل مستوى الفريقين، لكن بشكل أكثر نادي النجمة. عند النجمة الكوارتر الرابع مثل ما تفضلت قلت أنت، انت توقعت المنام هو يزيد الفارق، لكن تغيير دفاع نادي النجمه الى الدفاع الضاغط اربك شويه المنامه، فهذه جدا نقطه موفقه حق الكابتن رؤوف اللي غير اسلوب دفاع على الدفاع الضاغط، هني تغيرت النجي وزاد الرتم، يعني سرعه هجمه المنامه خفت بسبب الضغط، في كان في ستيلز وفي كان حماس موجود، فردوا في الكوارتر الثاني وصارت الكلوز جيم. طبعا في معطيات وايد تحكيميه ان كانت فنيه بعدين ان شاء الله بتناقش، بس بشكل عام المباراه كلها متقلبه، تروح في اي جانب وكانت المباراه اي فريق كان يفوز فيها. يمكن قبل لا نروح حق مثل ما نقول الوقت المثير من المباراه الوقت الاخير، كابتن مرتضى نتكلم عن حسن فهد اللاعب المعار من نادي الاتحاد الى نادي النجمه، شفناه اليوم بذل ادوار دفاعيه كبيره، كان هو مدافع على كلارك مع وجود فارق الحجم البنيه الجسمانيه وايضا فارق الخبره في الملاعب، لان حسن فهد في الهجوم كان على غير العاده اللي شفناه مع الاتحاد، ما شفنا يحاول يسدد، دائما يبحث عن التمرير حتى لو كانت عنده فرصة موجودة للتسديد، ويمكن كانت عنده محاولتين وسدد محاولة واحدة، كان لها دور في عودة النجمة للمباراة. هل نقدر نقول أن حسن يمكن ما تأقلم مع الفريق أو مو متعود على مثل هذه الأجواء أجواء يعني المربع؟ أعتقد عن اللاعب يعني اختيار أنه يكون في نادي النجمة، من اعتقد ان هاي المكان اللي اللاعب يقدر يستفيد منه موافق. مع خيار موافق، بالاضافه ان كابتن رؤوف اختاره انه لادوار معينه، واللاعب يمكن اليوم استفاد دفاعيا اكثر من هجوميا، وحتى اذا نلاحظ يعني من احصائيات الفريق لاعبين اثنين اللي مسجلين 61 نقطه من 86، سيجا وعلي جعفر 41 وعلي جعفر 20، ف 61 نقطة مسجلين كلاعبين، يعني معدل 25 نقطة الباقي اللي مسجلين. بعطيك يعني اعتقد ان كابتن رؤوف اعطى بعض الادوار هاي اللي يمكن نشوفها في مباريات جاية، بالاضافة ان اللاعب ما دش الاجواء النهائية، يعني انه يحصل مباريات النهائية مع فريق المنامة، فاعتقد مع الوقت يتأقلم ازيد لانه لاعب مميز. يمكن مثل ما قال الكابتن مرتضى اليوم شفنا نقاط عديدة من سي جي في هدف المباراة كان إلى جانب علي جعفر، ولكن اليوم افتقد يمكن نجم من نجومه النجم علي جابر اللي سجل 6 نقاط فقط، أكيد كان له تأثير على النتيجة النهائية للمباراة 100%. علي جابر يعتبر من أحسن اللاعبين في الموسم، لاعب متطور جدا وهداف ويعتمد عليه النجم بشكل كبير، اليوم الرول ماله ما كان واضح والظاهر تحت ضغط، لحين هو شاب ومحتاج حق دي المباريات، يمكن للنجم يمكن اول لقاء يحصل في ند قوي، فهني دي المباراه تحتاج حق عنصر الخبره اللي بينت في النتيجه ويا في الكلوز جيم. دائما نقول ساعات اللي يجيب لك النتيجه اللاعبين الخبره، وبين في الكلوز جيم علي كان يفتقد حق دي الشيء، متى يشتغل متى، يعني في بعض الفاولات كان يسويها ما كانت ضروريه، فكان اوت اوف ذا جيم شوي، حاول كابتن رؤوف اللي طلعه من الجيم على اساس يشوف برا ورده، لكن اليوم ما كان موفق، ويمكن الظاهر ضغط نفسي اكثر. بس لكن من افضل اللاعبين اللي عنده كابتن اسيست، تقريبا عنده 6 اسيست
وعنده 1 3 بوينت من 2، يعني في بعض الامور يعني نحصل اسس عنده، ولكن معدل النقاط بالنسبه له مو طبيعي. وانا اقول كافريج مفروض 15. مفروض انا حتى ترى حتى نادي المنامه، ترى نادي المنامه عندي كلير محترف مالهم 25، احمد سلمان 24، كمبس 14، 63 نقطه من 92، يعني اللاعبين البقايا محمد امير احمد نجف البقايا كلهم معدل مجموعهم كلهم 29 نقطه، وفوق هاي انهم فايزين فريق المنامه. بعتقد ان اذا كان مشتغلين في فريق النجمه اكثر، مثلا نقول علي جابر، انا قلت لك علي جابر متعود متعود كفريق يركض متعرف ياخذ من من كورت من سله لسله، وفي نفس الوقت سيجل افريج المنامه اللي نجح قلل من وتيره السرعه، بس افريج بعد سي جي هاي ساعدهم انه يكونون كلوز جيم، يعني قاعد تتكلم عن نص يعني كان برا يلعب داخل يلعب ريباوند معدل، يعني حتى الريباوند هاي كل افريج مال سي جي افضل يعني مباراه من افضل مباريات. صحيح. وعقب هاي ترى مو انا ما اقول انه هاي افضل افضل مباراه حق سي جي، سي جي يوم راح النجمه هاي افريج ماله 30 ل 40 نقطة. صحيح. يمكن انا عارف كابتن رؤوف هو السبب اللي خلاه ان سي جي يكون طريقة لعبه. صحيح. واستغلاله وتقليله من فاولات انه يظل اكثر وقت انه يظل في الملعب هو كابتن رؤوف، واعتقد انهم بيتغيرون المباراة الثانية. كابتن عبد الله لو نتابع يمكن اللقطة يمكن نقدر نقول الهجمة ما قبل الأخيرة اللي كانت في آخر نص دقيقة من المباراة، الكرة عند النجمة والفريق متأخر بنقطتين، شفنا شلون الاستعجال اللي كان من فريق النجمة ويمكن اللي كلف المباراة، واعتقد هذه عنصر الخبرة اللي انت كنت تتكلم عنه. نعم، باقي بالضبط كان 36 ثانية وهي النتيجة كانت 88-86. لو تلاحظون الحين بداية الهجمة طبعا حق نادي النجمه، شوف كم باقي من توقعت من الوقت سيده، هني الخبرتي علي جعفر علي حب يشوت باقي 17 ثانيه، باقي كم 26 ثانيه و17 ثانيه من هجمه النجمه، من هجمه النجمه هني الخبره اللي اتكلم عنها، اللاعبين متى ياخذ الشوت ومين يشوت. طبعا استعجال لو ما اخذ وقته ولعب على سي جي المتوفق نقطتين، هني الخيارات اللي تي رقتك هني ترى، خصوصا احنا بعد في هذا الوقت نتكلم ان كلارك على 4 أخطاء شخصية. بالضبط، كلارك على 4، سي جي متوفق تشوت 3 ونقطتين، ويا ريت باقي 17 ثانيه على المباراه، هني تلخص لك الخبره. كان في مسامحه كابتن، كان في امكانيات، شوف طالع الهجمه وايد في امكانيات، كان لا حتى اذا كان فكر بدل ما يشوت، شوف اللاعبين كلهم فوق خط شنو فري ثرو. صحيح. كان بامكان فك واحد ويوصل روح اللي تحت الحلق واللاعب الثاني يكون في الكورنر، خيارات وايد خيارات كان بامكان يسوي، يعني مثل ما قلت لك ساعات انت محتاج حق دي حين لو من ذي الوقت بعد في تأثير على نادي النجمة، 36 ثانية هي اللي خسرت النجمة بالأحرى بشكل أساسي. بتطلع الكورة بيصير في احتجاج على من حق الكورة وبتروح حق نادي المنامة. صح. فاول صحيح من قبل الجهاز الفني طبعاً واللاعبين على أساس يوقفون الوقت. لكن تقصد الفاول اللي بعد قرار خروج الكورة. نعم. خلنا احنا نشوف خروج الكورة. يمكن الحكام رجعوا حق الاي ار اس وما قدروا يحددون القرار بسبب حجب اللاعب علي جعفر عن الرؤيه للحكام. صح. ولكن الحكام قرروا انها تكون جنب بول والسهم كان يشير الى فريق المنامه، فالاستحواذ كان بالنسبه لفريق المنامه. احنا راح نعرض معاكم هذه اللقطه ونشوف شلون حكم الحكام في هذه اللقطه. أنا أعتقد يمكن قرار وايد صعب والحكام أعتقد اتخذوا القرار الأفضل. طبعاً صعب من أصعب، يعني علي جعفر كان بلوك، كان السلم هو الوحيد اللي أجرب واحد، لكن صعب جداً. في حكم ثاني ذاك الصوب بعد كان بإمكان إنه يا ريت كان في كاميرا شوت ثاني، كان يعني سهل عليه المهمة. يعني الطرف الثاني كان بإمكان إنه يساعد محمد سليم. أنا بتكلم فيزيكس شوي، يعني فيزياء. لو تشوفون أول ما طلعت من الحلق ضربت في فخذ احمد سلمان، المفروض ضربت في احمد سلمان شوفوا الحين ضربت تروح تحت، لا المفروض تروح تحت فيزيكس، لكن اتجهت الجهاز اليمين، يعني في قدم حرك غيرت اتجاه الكره، هاي المفروض كان ينبني الجادجمنت على هذه الشيء، حتى لو
علي جعفر كان موجود، فلو حسبت حق المنام بدون الجنب بعد كانت صحيحة بالنسبة لي كفيزيكس كفيزياء، فالمفروض تنزل تحت لكن راحت على اتجاه اكيد في غلب. قرار يعني وايد قوي، وايد قوي، لان تأثير صعب. تأثير الحكم في هالمباراة في هالوقت بيسبب لك خسارة للفريق، بس يمكن يكون افضل ان جان بول يمكن لا لا افضل. بس نرجع بس نفس الشيء الموقف اللي صار، الموقف مباراة الاهلي والمحرك صحيح، ليه تقريبا عقب 5 دقائق يمكن من مباراة كابتن عادل رجع مرة ثانية يتأكد على هاي، لان عشان لان ما يكون الغلب لا بس عشان ما يكون الحكم ضلع صح في خسارة الفريق، مع ان احنا نتكلم عن كواتر الثالث يعني لا يحسب حق السلام. ترى من اول شيء طلب الإعادة من اول ما طلعت الكورة لانه ما كان على صح بيان يعني. بعد هذه القرار شفنا المدرب كابتن رؤوف حبيل خذ تايم اوت مع تبقي اعتقد 22 ثانية وحيازة المنامة للكرة. خلنا نشوف شنو قال حق لاعبينا خلال هذه التايم اوت. متعمد شباب بس مو متعمد قبل كابتن امام صلى الله عليه وسلم قول لي انا قاعد اسوي علينا خلاص احنا علينا اي واحد يسوي فاول سريع اوكي اسمع اسمع Everybody can have a lead. Do you want me to double someone? Some people put a Jamaat. No. I know, but should we double deny everyone but leave that open? So you want me to help deny? يمكن شفنا وياك كابتن مرتضى هذه التايم اوت لفريق النجمة، وكان شلون كانت قراءة الكابتن رؤوف لهذه ال 22 ثانية المتبقية؟ شوف انا اعتقد هو كابتن رؤوف كان يختار اللاعب اللي اقل نسبته 3 بوينت 3 فري ثرو، كان يفكر في احمد نجف يمكن، بس اعتقد انه في هالوقت انت الفريق الثاني بعد عنده امور ثانيه قاعد يسوي، ما يبي يوصل الكره حق كابتن احمد نجف او اي لاعب يكون معدل ماله في بري ثرو قليله. وشفنا انه في ما اقول فوضى على الاختيار والكلام، مفروض ان المدرب يطلع قرار نهائي منه انه يقول الكل لاعب قاعد يفكر، حتى شفنا لاعب من اللاعبين يقول اي لاعب سوى عليه فاول اللاعب الثاني يقول لا اختاروا. فاعتقد ان في بعض الاوقات في هالتيمات تشوف المدرب والمساعد يتباعدون عن اللاعبين ياخذون قرارهم بعيد شوي يمكن مترين او ثلاثه، يردون مره ثانيه يقولون حق لاعبين يلا نبي 1 2 3. بس يمكن رؤوف يكون قراره 100% صح، بس يمكن ما وصل الكوره ولا صار هالشيء اللي كان يتمناه، الفكره اللي بغاها يمكن ما تنفذت. واعتقد كابتن عبد الله هذه بعد اللقطة توصلنا إلى يمكن لقطة جدلية أخرى، واللي هو الخطأ المتعمد اللي احتسب على سي جي من بعد هذه التايم اوت ارتكب النجمة خطأ. بس قبل تعطيني دي اللقطة بس تعليقا، ليش أحمد نجف؟ أحمد نجف ترى في دي المباراة بس ترى من أركد اللاعبين ولا يسجل ضعف خبرة، بس دي المباراة يب 0 of 3 في 3 بوت من هاللون. كابتن رؤوف ركز عليه في دي المباراة بس دي الموقف. أحمد نجف ترى لاعب تحت الضغوطات يلعب صح. نشوف اللقطة اللي كانت خطأ متعمد بالنسبة لفريق المنامة، والقرار اللي كان من المدرب من الحكم الشاب بدر. أنا بالنسبة لي أنت متأخر نقطتين، وأحمد سلمان ترك المفروض يصير فول كورت وكان يلعبون فول كورت. استغرابي اول شيء الا سي جي هني المفروض يكون قدام، المفروض يصير ديناي صانع الالعاب من صانع الالعاب الواجبه اللي مياوده ما يخلي. انت متاخر بنقطتين، سي جي في ذي القرار الحكم 100% لانه ما راح يعني كان بامكانه يسوي فاول لو يمد يده بس قدام اللاعب لانه طويل وفرق في السايز اضطر اللي يوده، كان واضحه فاول متعمد القانون ما يصير يقول لك لا. انت تشوفه فاول متعمد؟ انا اشوفه فاول متعمد. كابتن مرتضى تشوفه فاول متعمد؟ يمكن نظام الـ NBA يسمح لك لانه مسموح لك تسوي فاول في هالوقت. انزين الكل عارف انه بيصير هالوقت، الحكام مستعدين هالوقت انه يكون في فاول بيصير
انه بيسوون نادي النجمه، بس اقول ان الفاول اللي مسوي سيجي انا رايي الشخصي من خبرتي المتواضعه ما اعطي فاول متعمد، انا اعتبره انه فاول عادي، وطريقه مسكه عقب مسكه نحس انه مسك طافة. لا بس كبدايه فاول عادي، بس خلاص عقب شنو يصير ما اعتمد. انا خاصه في هالوقت قبل لا نكمل على الدليل خلينا نشوف شنو كانت رده فعل بنش النجمه على هذه القرار. هذه كانت ردة فعل فريق النجمة، ما كان عاجبهم هذا. بس في شيء يعني انا نقول حكم الاول محمد سلم اكيد لا، بس اللي صفر اللي صفر هو خد قراره. لحظه انا بعرف شيء، الحكم خد قراره انه فاول عادي كبدايه عدن، عقب ما تكلم مع الحكم الاول قال لا هاي ترى فاول متعمد. بس مو الحكم هو اللي غير قراره، هو رجع حق الفيديو. اي بس عقب يمين عاد ويا حكم الاول طبعا، ويا حكم الاول لازم يكون حكم وياه صح. لو تلاحظون اللعب انتو بعد في احتجاج المنام اصلا على الفاول اللي متعمد، لازم يكون فير حق الفريقين لانه وقت كروشل صح. زين راح حق الفيديو، فنصح الحكم الاول انا مو بوياهم بس التعابير يقول كذي. اللي قلت اللي بقول لك في فاولين قبل ذلين خذوا علي جابر كان بذكاء، ليش ما حسبوا متعمد؟ فاولين على اساس يوقفون الوقت صح. طريقه الفاول انت لا تبين ان انت متعمد، انا هذه كان ممكن اقل لمسه، بس اقل لمسه انت بديانك بس قدامه. بقول لك شيء كابتن، امساكك تعطي الحكم الشك اللي صح. بس قبل فتره قبل سنه من يعني قبل 3-4 سنوات كان في خلال فتره من دقيقتين ولنهاية المباراة أي لمسة كان فاول متعمد، طريقة لمسة عقب يا قانون ثاني مجرد هاي إنه إذا كان بروحه ويا الحلق فاول متعمد صحيح. بس طريقة سي جي مقارنة كطول مع هاي الفاول كبداية أنا أعتبره فاول عادي، يمكن يكون طريقة مسك مرة ثانية مسك أي هاي فاول، بس أنا أعتبر المسك بعشرة أي وقت انت تطبع القانون طريقه الخطأ. طريقه الخطا مسك وليس مد يد والله محاوله قط لا مس ما راح حق الكوره اصلا يود اللاعب، فطريقه الفاول صح توقيته محرج لكن لازم تطبق القانون. انا وجهه نظري تطبيق القانون راح حق الارس وشاف الا مسك وليس الوقت. بعد نهاية هذا اللقاء تواجدت كاميرا تيرنوفر في أرضية الملعب والزميل أحمد محمد رصد لقاءات مع الكابتن رؤوف حبيل مدرب النجمة وأيضا أحمد سلمان نجم المنامة في هذه المباراة. خلينا نتابع شنو قالوا لعدسة البرنامج. طبعا يعني أغلاط جدا بسيطة يعني ما حط عدو إن إحنا واقفين مدة أو شيء، هلال المنامة بعد فريق الزعيم يعني، بس إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله. يمكن المباراة دي كانت بتعطيك ستيب وايد زين 1-0 اليوم شفنا طول المباراة أنت جريد. أخر شيء هل هي أخطاء تحكيمية؟ هل أنت عندك أنا عندك أمور عليه؟ لا التحكيم جزء من المباراة. لا رابع اللي غلطة وايد ورابع أحمل رابع، طبعا أكيد قرارات من عندي بس رابع يعني في أشياء بسيطة غلطوا فيها. بس قلت لك الأربعاء لا لحد جيم 2 لا الأربعاء هاي لا ان شاء الله لا حد انت تفهم ان شاء الله. اتمنى يعني شو المشكله يعني تحليت المنامه حط مشروع النفذ عندنا بس امس حطيت بوست ان انا يا شباب اموري طيبه انا هاي طموح ما بين السطور شنو انا ايش قلت انا وصلنا المهم الاهم وحط مشروع لنا نبني انجاز جديد هاي ما بين السطور وصلت الاربعه جهز. احنا توقعنا نجمة فريق زين مدربهم زين فريق عندهم يعني يقولون جود كوتش كثير عارفون ايش قاعد يسوون ما شاء الله عليهم كل لاعب يعني اقل غلطه اقل كروز يقطعون من ورا ظهره يركضون بالعكس نجمة فريق وايد زين توقعنا جيم كذي تعبونا يتعبون يعني دايم لعبوا فريق ثاني قوي اكيد بتتعب الحمد لله 1-0 بلاي اوف
فالحين لازم نرجع نطالع الفيديو نطالع غلطنا نطالع غلطنا زين بعد شلون نقدر ناخذ المباراة الثانية كل خطوة هدف بناء ولا كل مباراة مباراة بناء بناء أكيد بناء هدفنا بناء ما تبي تحقق أول شيء أنا بقول لك هدفنا كل مباراة مباراة ثاني شيء يعني ما يصير هو يمكن في NBA البناء ما تأخذ بطولة لأن في حق بيكس ما بيكس في البحرين ما في بيكس ما في شيء ف you can do both يصير هم بناء تروح بطولة بس إحنا هدفنا يعني ما نتكلم عرفت لأن بناء مكانه حق منصة التدريب بس إحنا كفريق نبي نأخذ كل جيم يعني مثلا إحنا هدفنا أخذ مباراة يعني هدفنا بكل اليوم هدفنا بكل هذه كان تصريح من الكابتن رؤوف وايضا من الكابتن احمد سلمان اعتقد احمد سلمان اليوم استحق نجوميه هذه المباراه كابتن عبد الله بكل اقتدار يمكن فرق عن المحترف بنقطه بكل اقتدار لاعب كبير للمستقبل بس ان شاء الله ما يخترع قدام المستقبل كله كابتن رؤوف يحسب له تصريح زين ايم هاي دائما انا اقول ايم هاي على اساس تحقق هدفك وبامكانه يحقق لما ترجع الوتيره احمد سلمان تصريحه عفوي وجميل ومن القلب واتمنى له التوفيق ان شاء الله وانا يعجبني ان لاعب دائما يتفاعل ايضا مع الاعلام في حال الفوز في حال الخساره مثل ما اقول لي قلب على لسانه وذا كيف التصريح ترى ذا كيف التصريح ترى المنامه ما انغلب وقاعد يقول لك انا مباراه ولا مباراه احنا وي ار بيلدينج قال احنا نبني لكن مو غلط دي البطولة فهذه هو سر النجاح المنام السنة صح نشوف معك كابتن مرتضى احصائيات اللاعب احمد سلمان من خلال مباراة اليوم اللي استحق فيها النجومية بعد ظهوره من خلال الشوط الاول بتسجيله 20 نقطة وايضا لعب ادوار اخرى داخل الملعب دفاعيا وهجوميا يمكن هذه احصائيات الفريقين في المباراة تشوف على مستوى الفيلد جول وايضا مستوى الثلاثيات يمكن اللافت كابتن مرتضى بالنسبه للنجمه اليوم 3 نقاط فقط من الفاست بريك اي بس يعني احنا نفس نرجع ونقول فريق النجمه فريق رتم ماله وايد عالي بالنسبه حق فاست بريك بالنسبه حق الثري بوينت لاعبين عندهم مميزين في ثري بوينت بس نرجع الكابتن احمد سلمان يعني افريج ماله 40 دقيقه يعني كل مباراه 40 دقيقه فتشوف اللاعب قاعد ياخذ خبره في النهائيات مباريات مهمه كلها 40 دقيقه ما عدا مباريات اللي ساعات تصير وان سايد جيم بس مباريات مهمه فاللاعب قاعد يتطور كل يوم كل مباراه قاعد يتطور اعتقد انه في النهائيات بعد اذا وصلوا الكاس ولا فاينل الدوري بتحس ان بنستفيد منه فتلاحظ 56% فيد جول تحصل بوينت يعني 24 نفس ما قلنا 24 25 ويا المحترف ويمكن كابتن لاعب قصير قامه وعنده 9 ريباوند في المباراه 9 ريباوند اختيار وحتى يعني مستوى الاسيست ماله يعني نقول نوت باد بس اللاعب ليه ثقله في الملعب لاعب يبرز في وقت اللي انت به والمدرب معطيه حريه لاعب سريع صانع لاعب منتخب ويعني كل مره اللاعب نشوف فيه اشياء ان اللاعبين الثانيين اللي نقول معدلاتهم النجوم في الفريق اللي مفروض يعني نحصل يعني مثلا نتكلم عن فريق عن لاعب محمد امير 8 بوينتس نتكلم عن احمد نجف لاعب مهم 8 بوينتس نتكلم حسن نوروز اللي معدلاته فوق 25 نقطه اليوم 7 بوينت يطلع لنا أحمد سلمان وهاي اللاعب الميزة إنه يلعب 40 دقيقة ويظل في الملعب والفاولات معدل ماله بيكون ممتاز ونتمنى له التوفيق إن شاء الله أكيد نتمنى له التوفيق وللفريقين في المباراة الثانية وتقديم مباراة أكثر متعة وأكثر إثارة من خلال الجولة الثانية ننتقل بعيسى إلى المباراة الأخرى الأهلي والمحرق يمكن مباراة مخيبة للآمال بالنسبة للمتابعين والجماهير اللي تمنوا تكون مباراة فيها إثارة فيها ندية طبعا إذا ما كان الواحد مشجع للمحرق أكيد بيستانس للنتيجة وأكيد إذا كان مشجع للأهلي ما راح تعجب النتيجة ولكن بالنسبة لنا كقمة في نصف النهائي أعتقد كانت مخيبة طبعا معطيات المباراة بشكل عام من البداية طبعا إصابة ميثم جميل والإصابة اللي تحمل عليها
المحترف ميز لها تأثير على المباراة. فأنت هل نقدر نعتبرها هذه أسباب لخسارة جزء الأهلي؟ جزء من الأسباب طبعاً طبعاً طبعاً. أنت ولكن أنت فريق حامل لقب. بجاوبك. عندك العديد من الأمور مفروض مستعد لمثل هذه الظروف. يعاب على الأهلي الاعتماد على 6-7 لاعبين. يعاب لما في الإصابة لو لاحظناهم في الدوري مروا بنفس الظروف وانغلبوا من المحرك. طبعاً أنا ما باخذ بابخص دور المحرك في ذي المباراة. بداية الشوط بينت طبعاً جاهزية المحرك أكثر. النتيجة ذي يمكن مو بأساس المحرك فازت، لا زين حق الفريقين اللي قاتل الفريقين اللي جايين. فدائماً المحرك والأهلي بتشوف منافسة. بداية المباراة يبين أن المحرك كانوا جايين على أساس يفوزون، يبين الفوكس مالهم من بداية الشوط للكوارتر الأولي. تركيزهم في المباراة أزيد من الأهلي. الأهلي فيه كم من تيرن أوفر، تسرع في الشوط. طبعا جزء منه تحمل طبعا إصابة المحترف وتحامل على نفسه وبينت في المباراة ليه قال فريق بس مشكور خلك برا. لازم له تأثير ذي المباريات الحساسة، خاصة قبلنا وإحنا نعرف من خبرة اللي يجيب لك البطولات أزيد شيء المحترفين، خاصة كانوا محترفين اثنين الحين واحد. لازم المحترف يكون ياخذ، شوف المعدل المحترفين الثانيين 25 30 سي جي 41، تبي نوع ذي النوع من المحترفين اللي يساهمون في الفوز. ما يثام له تأثير طبعا. ما نبخص دور المحرك، محرك مثل ما قلت فوكس زيادة من بداية اللعب وبين الفارق من الكوارتر، يبين في الفراغات الا ما في حلول عند الأهلي او بديل جاهز يحل مكان ميثم او يغطون مجهود لاعبين، يغطون غياب المحترف الفنيا. تقريبا هو ساهم وعطى قد ما يقدر، لكن في النهايه هم ادروا بالظروف. كابتن مرتضى، يمكن شفنا اليوم بدايه كابتن الرقاء مع المحرق مختلفه شوي في اللاين اب اليوم. في البدايه شفنا سيد محمد حميد بدا فيه، وايضا بدر الى جانب احمد عزيز وبعلاي والمحترف. هل نقدر نقول ان دراغان بدأ يتعرف على الفريق أكثر؟ يمكن المباراة الماضية كانت له درس وعرف فيه يمكن إمكانيات لاعبينه أكثر، وأعتقد هذا اللي وضح من النتيجة اليوم. مفروض يعني المدرب محرك خلال مباراة الكاس وهو مطالب كان إنه يوصل دوري الكاس ودوري ويا الكاس، لأن عنده نجوم من أفضل لاعبين على مستوى البحرين ونقول مستوى الخليج. في نفس الوقت إن هالمباراة إنه لازم يكون في بعض المفاجآت. حتى لمدة دقيقة دقيقتين أنا تغييرات اللي أنا أسويه في المقابل نفس الشيء فريق الأهلي عنده بعض الأشياء المفاجآت اللي يسويها في المباريات النهائية. أعتقد اختيار بعض اللاعبين أعطاهم فرصة حق الكواتر الثالث والرابع أن يكون تغييراته، لدرجة أن أنا حسيت أن من المدرب يبي يلعب كل البنج اللي كانوا موجودين حتى أن يتأقلمون في المباراة، تغيير صانعين ألعاب. وفي نفس الوقت عرف بالضبط اللاعبين اللي في مراكزهم تبديلاته، وعرف قاعد يتعود. هو عنده خبره من لاعبين، عنده خبره لاعبين الانديه اللي كانوا في الاهلي حسين شاكر او في المنامه او محمد كويد بعض اللاعبين، فالحين قاعد يتاقلم. في نفس الوقت اعطى حريه حق المحترف انه عنده مجال برا وداخل ويمررون للكور استغلال طوله، وفي المقابل لاعب الاهلي مصاب فحصل فرصته. حتى إذا صباح كان تحت الحلق ما كان يقدر بحكم الطول. فأعتقد المدرب توفق في المباراة في اختيار اللاعبين في توزيع الأدوار اللاعبين، أعتقد واستفاد من أبرز اللاعبين اللي ما كانوا متواجدين. يعني ميثم جميل أفرج ماله 20 نقطة كل مباراة، المحترف كان فوق 20 نقطة، اليوم مسجل 8 نقاط. نقول علي عقيل بعد كان له دور بس ما شفنا في المباراة. أحمد حسن معدل ماله 9 نقاط. أعتقد نادي المحرق استفادوا من بروزهم وتأقلمهم بعض اللاعبين في خلال هالفترة. كابتن عبد الله، يمكن ما ساعد الأهلي نقول خلال أول 14 دقيقة من المباراة بقاء في أجواء المباراة هو تألق هشام سرحان، ولكن في النهاية مو ممكن لاعب واحد يقود فريق كامل. شفنا هذا الشيء مع الوقت، المحرك خلاص بدأ يفرض سيطرته والأهلي اتجه إلى اتجاه آخر وهو التركيز على الحكام والعصبية والحصول على أكثر من خطأ فني. في نقطة بس نسيت أقول لك عن كابتن المدرب دراغان، تشكيلته بناء على المباراة السابقة، مباراة الكاس 100%. أنا سبق وانتقدته قلت يه البحرين واعتمد على اللاعبين اللي يعرفهم
ولعب فيهم اللي هو كويد وبعدين لعب وياهم في الرفاع. اليوم لا لعب على تيم من عنده خبره. حتى الكوارتر الثاني لاحظ بدايته كان في كان امل رجوع الاهلي، لعب بشكل جيد بدايه الكوارتر الثاني، لكن المدرب اللي صار ذكي بدا يدخل لاعبين الخبره. بدر عبد الله اول ما دخل 10 نقاط على راس، فخلى لاعبين الخبره محمد كويد اعطوه فرصه بالكوارتر الثاني لو لاحظته، خلاهم يقول لهم شوفوا اللعب ودشوا وغيروا. اللاعبين الخبره عرف متى يستقلم وسووا الفارق. يعني لو بتلاحظ البنش يمكن جايب ازم من الاحتياطيين. اليوم بنش المحرك 35 نقطة. أكيد. 35 نقطة. وهذه هو التكتيك اللي استخدمه نفسيا أول شيء حق الفريق أحسن، لأن ذاك التشكيل اللي اعتمد عليه مكسورة. فجيب تشكيل جديد، أصحاب خبرة حسين شاكر، لاعب واي جديد يمكن السيد محمد. السيد محمد. أعطاه ثقة، يبي من عنده دقيقتين ثلاث بس على أساس اللاعبين اللي كانوا مو في المستوى يطالعون المباراة من برا، وهذا جدا مفيد. أنا دائما أقول 6 مان والله 7 يلسته برا المفروض يشوف الثغرات ويشوف الاخطاء، نجح في ذي التوظيف. طبعا الاهلي بده بدايه الكوارتر بده يبدش في اجواء ويه وتسارع، لكن دخول علي شكر الله دخول اصحاب الخبره سووا الفارق. لكن يمكن على كلامك كابتن الاهلي كان متواجد، الاهلي كان متواجد بهشام، يعني هشام كان مسجل 16 نقطه من اصل 21. هشام بتظلمه اذا قلت له والله برز. هشام برز من اول دقيقه، من اول دقيقه مباراه لاخر مباراه، هو الوحيد اللي شفته مقاتل. مو هذا الكلام، ان طول الفريق الاهلي ما شفناه، ما شفناه. الوحيد اللي اساس ما بركز على هشام دي لانه لعب في كل الكوارترات نفس المستوى، مقاتل مثابر يحاول سوى كل شيء في المباراه، خذ المباراه على عاقته. يعني الصراحه مجهوده جبار رغم الخساره. صح كابتن، بس في نفس الوقت يعني تحصل المجموعه اللاعبين هالمباريات اذا عندك محترف مصاب اوكي لازم يبرز كمان، لازم 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 عندك تهيئه نفسيه حق الفريق، ما يكونون مكسورين انه جايين مباراه. انا احيي كابتن احمد جان واللاعبين اللي موجودين بالاضافه انه وصلوا المباراه كلوز جيم تقريبا للهاف تيم which is very good، يعني في حق فريق الاهلي في رغم وجود الاصابات ووجود المحترف، يعني وايد امور. المحرق انهى الكوارتر الثاني فرق 16 نقطه 48 42 الانهيار صار في نص الكوارتر الثاني. كانت الثاني النتيجة فرق ثلاث بين وضوح اللاعب مصاب ما يقدر يوصل. يمكن عندنا احنا لقطات لمحترف بس ما يقدر يمشي وكله حط ايده، يعني اللاعب مو مهيئ. بس انا اللي في نص الكوارتر ابي اوصل ان في هالحالة لازم في تهيئة نفسية، لان انت عارف اللاعب اللي وياكم اللي 40% من قوة الفريق مصاب، مسجل 9 نقاط او 8 نقاط مسجل من اصل 30 اللي كان مسجل في مباريات الكاس. طريقته مشيته هذه يعني في وايد اشياء تحس فيه ان اللاعب ما يقدر، بس الكابتن احمد ما عنده خيار ثاني انه لازم يتواجد، انه يكون ولو شكليا انه يتواجد في الملعب. وحتى في نفس الوقت نلاحظ انه كان يبعد عن احتكاكات، يبعد عن اللاعبين الطوال، حتى ما كان يمسك اللاعب، كان يمسك من برا داخل الملعب، فاللاعب كان مصاب. هذا يحسب حق مدرب محرك على فكرة، ترى نفس الأسلوب لعبه في الكوارتر الرابع ذيش المباراة وابعده برا، لكن محرك انتبهوا حق ذي المرحلة وركزوا. لو تلاحظ في ذي الفترة برز محمد برزوا كلهم لعبوا إنسان لأن عرفوا إلا مكسور كان واضح بالأجزر كان يسحبه. ولاعبين الأهلي أنا أشرح عليهم في شيء واحد، أصحاب الخبرة غربان صباح المفروض ياخذون ذي في سد الفراغ، ما شفنا لهم برزوا، ما شفناهم كانوا يغطون. لا بس افرج محمد قربان صراحه يعني في فتره اللي حتى كواتر الاول انا اتكلم عن الكواتر الثاني، لا ما كواتر ثاني لعب كواتر الاول مسجل 15 نقطه في المباراه كلها، مباراه كامله 15 شوط ما لعب انزين، بس لندش بس بحكم وجوده في الملعب في اماكن متواجد واللاعب الطويل كان يطلع برا يشوت 3 بوينت او يساعد لاعبينه عشان يهيون حق هشام انه كان متوفق. بس في نفس الوقت كابتن احمد حسن ما كان في ذاك اللي يقدر يساعد
هشام، ما كان في سيد هاشم مثلا يساعده، عقيل عقيل على عقيل مثلا شفنا دقيقتين شارك فدقيقتين يمكن في امور احنا اشياء ما ندري شنو كان الاساس. ليش كابتن عقيل يمكن حسن عربي بعد فتره من فترات لعب في المباراه، اعتقد كان عندهم ظروف نادي الاهلي في هالمباراه، بس اتوقع يمكن بعض التغييرات اللي يسويه كابتن احمد خلال الفتره الجايه في المباراه الثانيه ما اعتقد انه بيكون نفس الشيء. بس في المقابل فريق المحرك استغلوا نقاط الضعف في نادي الاهلي وفازوا في هالنتيجه. يمكن كابتن عبد الله اليوم نقدر نقول المحرك تعلم من الدرس، المباراه الماضيه كانت له فرصه ينهي المباراه بشكل مبكر ياخذ الفارق، ما عمل هذا الشيء. اليوم شفناه يمكن من اول 15 دقيقه حانت الفرصه خذ الفارق وقاعد يوسع الفارق بشكل كبير ويمكن يستعرض في المباراه، فاعتقد انه استوعب الدرس جيدا من مباراه الكاس. طبعا انا قلت لك حتى التشكيله لها تاثير، وكم نقطة فنية استوعب من ضمنها إصابة ترى ذي المحترف نفسه مصاب كان في الكوارتر الرابع وغلبه الأهلي، لكن استوعبوا الدرس، وذي جدا نقطة إيجابية حق تحسب حق الجهاز الفني لأن محرك في تصليح الأخطاء. وهذا إحنا دائما لما ننتقد مدرب والله طريقة فنية القصد اللي صلح، واضح كان نادي المحرك عشان لا نهضمهم حقهم، والله نخلق أعراض أعذار حق الأهلي، والله المحرك لا فوز بجدارة بتغيير اسلوب لعب، استقلال لاعبين وطريقه لعب واضحه كانت زين مبين. يعني اتمنى الشفاء العاجل حق المصابين على اساس احنا نشوف بعد مباراه مثيره. كابتن حتى في نفس الوقت انا اعتقد اذا كانوا اي فريق اليوم غير النادي الاهلي، واذا كانوا النادي الاهلي كانوا في محترف مالهم كان من محرب يكون افضل مباراه، افضل مباراه لهم، لان في تجانس لاعبين متفاهمين، في خطه هجوميه، توصيل الكره حق فريق لاعب المحترف تحت الحلق، لاعب المحترف هدوء عنده، فاعتقد ان اي هالمباراه من افضل المباريات بغض النظر عن ظروف نادي الاهلي. لا وفي نادي تطور حتى في الدفاع، نادي المحرك استحق الفوز بمستوى راقي في هالمباراه. كريس جونسون يمكن اليوم محترف المحرك شفناه بشكل افضل من المباراه الماضيه، هل هو موضوع تاقلم ام اعاده توظيف لهذا اللاعب؟ الثاني اجدر، يعاب ان المحرك كان في المباراه السابقه ما وظفوه، الحين لعب بريحيه، عرفوا له اللاعبين طريقه الباس، انا قلت طريقه الباس المركز وين تعطيه جدا. كريستر للحين بعد عنده اشياء، للحين انا اقول شفته بمساوات احسن، وادري المباراه الجايه بعد بيصير افضل، واللاعبين بيعرفون امكانياته، مثل ما عرفت امكانيات محترفك ووظفته صحيح في اثناء المباراه، طبعا الكفه بتميل لك زياده، مثل ذي المباريات انا اقول لك اللي باعتماد الاساسي على المحترف، خلينا نكون واقعيين، واللاعبين المحليين المفروض يكونوا مكملين حق يعني مثلا مباراه نرجع حق النجم 41 نقطة نص السكور، فاذا عندك من ذي الكواليتي من اللاعبين اكيد كفتك بترجع. الاهلي في علامة استفهام أنا ليش ما غيروا المحترف، يمكن أنتم عندكم إجابات، لكن كان في الضرورة لأن أنت عارف إلا مصاب. الإجابات إحنا مو عندنا، الإجابات موجودة في اللقاءات اللي أجراها أحمد محمد بعد المباراة، خلنا نشوف إذا بنحصل الجواب للكابتن عبد الله الفحر ولا لا. This is another page, okay? If you mean about last game what we played 7 days back, this is another page. I don't want to say anything about last game, so let's talk about this game. My players, they understood their mistakes, okay, and we work on it last 7 days. So they stay focused all the time. I think we play a high rhythm game. Two the reason for this, and I think we deserve. We control all the time the game, and we deserve the win. This is. Just one step, okay. No need to celebrate because after 3 days is second game. So about tonight game, just for my players, they believe, you know, they can run rhythm like this. So let's do this, coach. Maybe so many people speak about Ali Rabia. You are not. Did Ali Rabia any second in the game? What the problem? There are a problem between you and Ali Rabia or no? We don't have problem, no way. But
You never know in a game. We put Rabia in strategy, but tonight Shukrala played very good. And Shukrala didn't play too much, maybe 10 minutes, I think, last game, 7 days back. It was my mistake. So it's not easy with Chris, with Nasser is also good, with Shukrala. And you know, who play good, he'll play. So I think the most important we won. بس هذه شغلنا اللي هو هذا الأخطاء وركز على يعني المين بوينتس اللي لازم نسويه وعلى قواتنا في الهجوم في الدفاع استغرب من اللاعبين طبعا المدربين في هاي الموسم بس الماضي وبعد هو بعد نقدر نقول بعد مجهود في الصيف اللي بدأته بعد يا كابتن جو هو شوي اللي خلانا السنة في مستوى ثوابت والحمد لله يعني كان في مستوى زين مجان بعد يقول جيم تو جيم والله رايدي مو في التلفزيون هذا الحمد لله هذه النتيجة اللي كنا نبغيها ياد طبعا بس الجماعة كلهم بس 25 من الناس راحت علينا البطولة مثل ما قلت يمكن فرحة سرية كانت الأهلي أمامكم اليوم فارق كبير المحرق أمام الأهلي طبعاً أي فريق يفوز على المحرق يعني يكون شيء يعني يحتفل بس مو بشيء جديد لكن نحن ما واحد يفوز يفرح يخسر يقول ما هذا الأمور تمشي مجان يقول جيم تو جيم تو علي أصغر هذا علي أصغر ميدان يا حميدان لا ما حطينا بوانا مع التحكيم احنا طول الاسبوع ما عدلنا زين بسبب الاصابات اللي علينا يعني احنا مو بس اصابتين عدلنا وهذه مو عدل كل بعض يقول احمد جان ما جهز لاعبين بدلاء حق ما يتهم مثلا والله اللي يبي يقول خليه يقول انا يعني ما يهمني شو ترد عليه؟ ما يهمني خسرت المباراه اليوم؟ ما خلص السيريس احنا نعرف متى الاهلي يرجع اليوم فرق جدا كبير ترجع في المباراه القادمه سواء غلبت نفسيا سواء غلبت نقطه والله 100 نقطه هي فوز وخساره برجع شوي ورا تعاقدت مع احمد حسن الصفقه كانت جدا مفرحه للجماهير الاهلاويه هل احمد حسن قاعد يقدم المطلوب منه اليوم احمد حسن يقدم مستوى وايد زين انتم يمكن يمكن الفنيين او الناس المتابعين ما يوصلون يشوفون درجه الاستفاده اللي احنا يلسن ناخذ منه احمد حسن يلسن يادي دوره بشكل جدا طيب اللي نحتاجه منه يلسن يسوي انتم متعودين انه هو يسجل ترى احمد حسن يسوي ازيد من التسجيل يعني ادوار احمد حسن الحاليه هي مطلوبه من احمد حسن وازيد يلسن يسوي شغل انت راضي عنه اكيد اكيد صريت على المحترف مع انه متعور قاعد يعرق كلامك هذه انا ما ادري من وين تجيبه حتى لو صريت اللاعب بارت اوف ذا تيم واحنا اذا تمنا مع لاعب انت معه بنفوز ما كان يعرق اليوم؟ لا هو ركضتها كابتن احمد ركضتها اليوم عندي فيديوهات اوكي تقدر تنزله ما عندي مشكله تبي تبين حق الجمهور بين اللي تبي تبينه انا ما يهمني المحترف جاهز؟ المحترف بيكون جاهز جيم تو شلون؟ خليهم الحريق ابي تصريح تو الناس لا دائما تطلع يعني السيريس ما خلص لا اي بس دائما تطلع وياه وتقول لي شنو المباراه الجايه؟ المباراه الجايه نظرة ان شاء الله بتشوف الاهلي ده انا ما عندي كلمه يمكن الكابتن الكلمه عند عبد الله الكابتن فحل اذا حصل الاجابه اللي يبيها ولا لا والله ما حصلت ما قال لي لا ببدله ها ولا بلاعبه ما حصلت المفروض ما ادري عن القانون اللي يسمح له المفروض يكون جاهز شفنا صور ساعتين وشفنا صور قبل المباراه احنا يعني الكل يعرف اي نفس ساعتين ما كان له شيء في الموضوع كلش بس الناس عرفوا ان ساعتين هو معد يعني معد يعني يمكن تغيير جو جاي البحرين عشان يتمرن ويرجع السعوديه بس اعتقد انا اتكلم لما عن مصابه هو شفتوا تعب رويها لا بس شفتوا شلون يركض ما, يعني ما يقدر هاي في هالمباريات هاي مفروض لا هاي اقصد نهائيات بعد ادري هاي نهائيات مفروض انه لازم في حل حق لازم حل لازم حل اداره نادي الاهلي لازم تاخذ قرار
يمكن عندهم كابتن ما تدري يبقوا معاه بيصرح بس يمكن ما يبي يقول قال لي مفاجأة ما يبي يقول يمكن ما يبي يقول يمكن بس إذا بس إذا أنا ما جاوب حامل اللقب أكيد في أشياء لا يصير بعدين الغرار ليت لا يصير الغرار ليت في وقت يمكن أنت الحين الحين أنت يوم الأحد اليوم الأربعاء باقي لك ثلاثة أيام وتلعب إذا ما تأخذ الغرار الحين وإذا المدرب ما أدري القرار عند المدرب ولا عند الإدارة نتركه حق النادي الأهلي لكن واضح المحترف مصاب أنت يعني مع تبديل المحترف أنا مع تبديل المحترف ما تنتظر يمكن يقول لك حالته ممكن أنه يقدر يلعب ضلعة مكسور في هالوقت مو محتاج الطيف في على حسب اللي عارف أن التشخيص ما عنده كسر هو عنده مثل ما نقول كادمة لا بس ما في كسر بس في هالوقت أنت محتاج لاعب يكون جاهز 100% يعني حتى إيه قاعد تلعب يا فريق قوي عنده بدائل عنده أمور يبي يوصل ما يبي يخسر شيء هو كفاية خسر بكاس فأعتقد أن لن تلعب أنت يا محرق أكيد أنا عارف كابتن أحمد ولا إدارة النادي الأهلي حاملين لقب ما أعتقد أن في أمور يمكن ما يبي يطرقها الحين يمكن مع الوقت بس أنا أرجع حق تصريح مدرب المحرق عجبني صراحة قال ما كان عندهم تركيز في هالمباراة كل اللاعبين قاعدين يركزون في المباراة قللنا الأخطاء حتى درسنا المباراة حتى تغييري لعلي يعني مثلا علي شكر الله لعب 17 دقيقة والمباراة الأولية كان قاعد على البينج قال هاي غلطتي وهاي مدرب أنا عجبني لأن الأشياء اللي قالها في هال في التصريح بالعكس طبقها في المباراة تركيز كان توزيع الأدوار اختيار اللاعبين تركيز على المحترف وفي نفس الوقت اختيار بعض اللاعبين في بداية كمفاجأة أعتقد أن هاي كان قرار سليم 100% لا تهد أحمد جان تخلي بس يعبر كذي أنت معاه التغيير ولا لا أحمد جان صرح لازم كابتن هم أدرى بلاعبهم بس احنا كنقول نشوف الوضع اللاعب ما يقدر يكمل اللاعب محتاج أنه يرتاح لفترة أقل شيء يمكن شهر يعني يمكن شهر يمكن اسبوعين اي لا بس نقول لا اي صح نقول يبي له فتره فهم يمكن ادرى يمكن اللاعب امور احنا ما نبي نتكلم مو من ندخل في خصوصياتهم بس اعتقد انه ما يسكتون عن لاعب مصاب في فتره عندك مباراه ومع السلامه يعني احنا محللين موجودين اليوم نحلل اداء قلنا بكل وضوح اللاعب مصاب وأثرت على نتيجة المباراة. أعطينا الأهلي بعد الأذى. ميثم طبعاً وجوده بعد يؤثر على خلي ميثم بعد يلعب لعبة مصاب. في إصابة. شنو الشيء البديل وخاصة اللي أنت ما عندك خلينا نكون واقعيين ما عندك البديل الجاهز حق ميثم والله حق المحترف. شنو خطوتك الحين الثلاث أيام النادي الجماهير اللاعبين نفسهم يطمئنون. شنو طمئن أنا مفاجأة لا المباراة إن شاء الله أتمنى لا هم أتمنى كابتن لا إحنا يوم تكلمنا عن مباراة المنامة والأهلي والفارق الناس زعلوا منه لأن يمكننا إحنا نتكلم عن مباراة الأهلي والمنامة كنا نقول تاريخ وناس يقولون ليش من دخل تاريخ في الموضوع إحنا ما نتكلم هالشيء إحنا نتكلم إنه فرصة مباراة تحصيل حاصل أنت تي تختار لاعبين ألاعبهم ضد المنامة استفيد منه في المربع اجهزهم حق هذه المباراه هاي الكلام اللي نتكلم في ناس في ناس يقولون المباراه تحصيل حاصل المباراه تنقلب الحين بنعوض عقب انزين الحين احنا نتكلم نفس ما قال الكابتن محتاج بدائل فاعتقد ان النادي الاهلي الحين صار لود ازيد عليه مو ان اللوكال بلاير ولا اللاعبين المحليين عندك محترف بعد مصاب فهالأشياء اللي يخلطك في مباراة واحدة أنت محتاج عشان تكمل الموسم تنهي موسمك فبتظل عندك مباراة نهائية في الكاس يعني إذا وصل أكيد راح نشوف شنو راح يصير في المباريات القادمة يوم الأحد لكن قبل لا نتكلم عن مباريات يوم الأحد عندنا اتصال من نادي البحرين نائب رئيس الجهاز صالح عبدالله للتعقيب على موضوع تم التطرق له في البرنامج قبل حلقتين او ثلاث حلقات تفضل كابتن صالح مساكم الله بالخير امسي عليك طال عمرك ومسي على ضيوفك الكرام واشكركم على هالبرنامج الطيب مش بناخذ من وقت البرنامج شوي دقائق بس حبيت اوضح على الفيديو اللي انتم نشرتوه للكابتن كريم العزور مع احترامي الشديد له طبعا انا ما عندي اي خلاف شخصي مع الكابتن كريم انا عندي خلافي معاه على عمل والاختلاف في العمل وارد
مدام انت تعمل اكيد بيكون هناك اختلاف وجهات النظر وغيره. طبعا كل اللي قاله كابتن كريم العنزور في الفيديو ماله غير صحيح. كابتن كريم العنزور اجبر على الاستقاله بحيث ان 9 لاعبين اطلبوا او 8 لاعبين اطلبوا انهاء عقودهم في حاله استمرار الكابتن كريم العنزور، الى درجه ان الكابتن كريم وجه احد اللاعبين بانشاء جروب وضم لاعبين فئه الشباب على اساس يواصل فيهم ما تبقى من الموسم. هذا طبعا الظروف صارت بعد مباراه سماهيج. خصوص الموضوع دي في اثناء قبل بعد مباراه سماهيج اجتمعوا لاعبين مع رئيس مجلس الاداره الدكتور عبد الرحمن الخشم رئيس الجهاد زين، ووصلوا وجهات نظرهم. واليوم الثاني كلمني رئيس الجهاد شخصيا سيد مبارك علي واخبرني ان محل اللاعبين زون تمرين زين اليوم، وحددت الوقت وبلغت اللاعبين بشيء. وطبعا كان واستلم الكابتن علي عبد الغني الكابتن الكبير علي عبد الغني مهامه مع الفريق. ارد اكرر كابتن كريم العنزور قدم استقالته مو برضا ولكن باجبار بعد بعد طلب 9 لاعبين الى من 8 لاعبين الى 9 لاعبين انهاء عقودهم بسبب ان الكابتن كريم امور فنيه هم ما يتفقون فيها معه. شاكرين لك كابتن صالح على هذه التوضيح وهذه النقاط، و الباب مفتوح لكم للرد وتوضيح النقاط مثل ما وضح الكابتن كريم وجهة نظره. خذينا أيضا وجهة نظركم في إدارة الفريق. شكرا جزيلا لك. نستعرض معكم مشاهدينا الكرام المباريات القادمة وأكيد المنتظرة في الجولة الثانية من دور نصف النهائي لدوري زين لكرة السلة يوم الأحد القادم بإذن الله تاريخ 21 مارس في تمام الساعة 5:30 راح يلتقي الأهلي أمام المحرق في لقاء للدفاع عن اللقب في هذا الموسم بالنسبة للأهلي، وأيضا لقاء للمحرق للحفاظ على آماله في تحقيق البطولة الأخيرة المتبقية له في هذه الموسم. فبالتأكيد أكيد نتمنى أن تنتظرنا مباراة مثيرة، وأيضا تليها في الساعة 8:45 مواجهة بين المنامة الطامح للوصول أو العودة إلى الألقاب بعد غياب في الموسمين الماضيين، وأيضا طموح النجمة اللي شفناه ظهر بشكل شرس من خلال مباريات اليوم. قبل لا أشكركم كابتن عبدالله وكابتن مرتضى بشكل سريع جدا، لمن تميل الكفة من وجهة نظرك في الجولة القادمة مباراة الأهلي والمحرق؟ معطيات الحين اللي عندي المحرق كابتن مرتضى على نفس المحترف اذا ظلوا اتوقع ان المحرق بيكونون نفس المستوى او افضل بعد. بالنسبه للمباراه الاخرى اللي راح تجمع بين المنامه والنجمه، متوقع النجمه ياجلها الى مباراه فاصله، ياجلها مباراه فاصله مثل ما صرح كابتن رؤوف. كابتن مرتضى انا اتوقع ان مباراه وايد قوية، بس في نفس الوقت أتوقع أن المنامة أن يخلصون المباراة بحكم وجود لاعبين هالمباراة ما برزوا حسن ومحمد ومحمد أمير. أتوقع أن المنامة هم اللي بيكونون أفضل. إذن اتفقتوا على المباراة الأولى واختلفتوا على المباراة الثانية. راح نتعرف أكيد كل هذه التوقعات راح تثبتها النتيجة في أرضية الملعب من خلال مستويات الفرق وقراءة المدربين. إلى ذلك الحين بإذن الله نلقاكم يوم الأحد القادم في نفس الموعد في تمام الساعة 10:00 مساء بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دور نصف النهائي، ونشوف هل عندنا فرق تأهلت لنصف النهائي أم ستكون هناك حكاية أخرى وفصل جديد في هذا الدور. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.